وين اللمبة؟ وين النور؟ بين النور، بين النور. رح أحكيكم على فكرة بتشوفوها بالطيارة، وقت اللي بتطلع الطيارة وقت اللي بتنزل الأطفال بتبكي. كل يلي بيسافروا كتير كمان عندهم نفس المرض، إجرينا مش على الأرض. انتبهوا، إذا إجرك منك على الأرض منك متواصل مع أمك، هي اللي بترزيك، أمكم الأرض ومن ما يليك بدك تاكل. فإذا ما تقشع بحالك إني أنا أضل بسافر وبشتغل، هلا أنا اجتماع في القمة بالكويت، هيدي قمة القمامة. ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، على التليفون فيك تقول، بس بتروحوا كذابين مع كذابين، بس تمرقوا وحدة مبين طيزة وبزيزة وكسيزة، كلهم بتطلعوا فيها هيك. شو رايحين تعملوا؟ بتروح على الأوتيل تكون أخذها معك زبون بدك تروح تنكحك، كلكم عايشين كرمال هالهوت دوغ والواوا. ما عندكم غير هيك، هيدا الكبد. فإذا نشوف حالك عمرك 70 سنة وبعدك هيك عم تعمل. في ناس مثل محمد جيبوها معه، ما نكح أي امرأة. نور من نور لم يمسسني بشر. إجا نور وجايبها معه، مش تعلمها هون، إشارات إجت معه من هو الطفل. حليم السعدية عرفت وكلهم عرفوا. وكلنا فينا نوصل لهالمنزل اللي وصلها لأن إحنا هيك. ما أنا إلا بشر مثلكم. كلنا من روح الله وكلنا أحباب الله وكلنا عيال ملكية، وإيدك مش إيدك وإجرك مش إجرك، والولاد كلهم بيعيطوا لك عمي وعمتي وتيتا وجدو مش أولادك. ما في تبني بالإسلام. فإذا ننتبهوا، الأمراض كلها عم تجي مثل بعضها لأنه نحن عم ناكل نفس الزبالة، نفس الأمراض والوقت، وكلنا من الأطفال مرة الحبلة بتطلع التلفزيون على حمير السلطان ومدري شو وهالولد هيك وبتأرجل وهيلو، كلنا عم نقتل أولادنا وأحفادنا وأرضنا وأمنا والشجر والطير والبشر. إن شاء الله اللهم عجل بالدمار الشامل، لأنه من بعد هالدمار الشامل بيجي قليل من الناس حوالي 10%، ولكن بيعيشوا برحمة. بتضل شي 1000 سنة، ولكن السنة عند عبد الله غير السنة عند الله. انتبهوا، هيدا عبد الله ما بدي ساعته، أنا بدي ساعة الله. هلأ كل واحد يفكر دايما إذا إجا الموت كفى بالموت واعظا لوين رايحين. كلكم فيكم تعرفوا كيف تعرف فاطمة إنه هلأ رايحة عند مريم، كمان فيك تعرف أي أمي بدك تروح، بأي كوكب رح تكون ومع مين، وبتشوفها بالعين المجردة، بتشوفها بالرؤية، مثل ما أنت عارف رايحة أمريكا أو رايح تسمع هيك أو رايح تشوف هيك، بتشوفها. منن أموات كل المستنيرين وأنت مثلهم، بس الفرق إنه هن عرفوا، عرف لمن عرف، بس نحن نمرق على عرفة هونيك وندعي لك. دخيلك عرفة مش هونيك، والله مش هونيك، ولا بالسماء ولا بالجنه، اينما توليتم. بس بلش فوت لجوا هون الجذور مش بالجسد. انت فوت لهالجسور يلي من جسر لجسر 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 حتى المقر. الله خلق الشيطان لحتى يقويك، تتحدي، تغلبه بتغلبه بتغلبه بتغلبه، بعدين بتحبه بتحوله الى شيطان رحماني مثل ما عملت رابعه بنت البصره. فاذا مثل ما بتعرفوا معنا تلفزيون، ما عنا زيارات، ما بنحضر حفلات، ماني بالمجتمع، قطيع بهالمجتمع، ما بدي هنا، أموت كله مجاملات، والمجاملات أنيك من الكذب، يا محلى الكذب عند المجاملات. هاي مدرسة العرفين، 40 يوم ما بتكذب، بنرجع تكذبنا تاني يوم، ونحن الكذب من الحرجال عندنا بأمة العرب. بعدين ما بتجامل، بحبك كتير، فهشي بقريف. بعدين ما بتستغيب وجها لوجه، بتقول الحقيقة. لا تدعي الله عطينا كذر، قولك الله أدرى بحالي وأغنى عن سؤالي. بتعيش فيها كتير، بعدين بتوقف على الصراط المستقيم. حضروا فيلم فلات لاينر، حضروا الأفلام كلها اللي محطوطة، جورج جيرجاف، كلهم محطوطين على الموقع. لا تسألوني، كل واحد بيسألني أي كتاب بدك أقرأ، كلكم بكبكم، دعان الخري فيكم. وقت البخرة قال له خري بري، بس وقت بدي أحكي مع هيك أمويت مني مهزبة بقى اجتماعيا، ما بجامل، ما في وقت. اللي قاعد مع الله ما بده عبد الله. بسكر بيجي ايام وليالي ما بعرف ما بنام. بتاوب هيك الساعة 9 بقول رح نام. وبروح ما بنام. بقوم بالله الساعة 1 2 3 4. مريم ببعث لك ايميل بتجاوبينا الساعة 10. ايه بجاوبك إذا الايميل شفت إنه في أمل فيك. بس ايميلات هيك كله بكبه. من الايميل بعرف تشينجر فينجر اندرسكور ما اندرسكور ما ادري، بدي اعرف مع رجال او مع مره مين كنت. ما بجاوب هيك، من ايميلك بعرف انك ما في امل، ميت.
من سمائهم تعرفونه. ما بدي العنوان تبع الكتاب، ما بدي هيك الغلاف يكون حلو كتير، ما بدي صحن حلو كتير، بس الأكلات خرا خري أحلى. كل عمرنا هي شقفة إيدي وباكل هيك. اليوم نروح على الأوتيل إنه بدي أتعلم كيف بدي يكون هيك أغلى صحون وأحلى صحون. ما تغير الصحن، غير الصحن اللي جوا. هون الكعبة، هون صحن الكعبة، صحتك بالصحن الداخلي والخارجي. بس لأنه بيروح على هالمطعم لأنه غالي كتير. لا تغالي إلا بالغالي، بس أي غالي أنت الأغلى. فإذا حط هون شو بدك تعمل لحية. Body like this. دادي قلت له شو؟ ولد بالأبيسي هون عندنا مول. قال لي دادي لوكس لايك ذيس، مثل هيدا المانوكان. قلت له ليش؟ قال لي بقدر ايد المانوكان وبقدر ايد بيي ما فيهم حياة، بس قدر الكلب في حياة أكثر. There is love in the dog but there is no love in my dad. ابن 6 سنين عنده هالإحساس. وأمه دفعت $14,000 حق جنزير للكلب. الكلب ما بده هالجنزير. وعنده ولد كمان بجنزير، بس جنزير الكلب أغلى. وهيدا الولد لا بيحب خيه ولا بيحب أمه ولا بيحب بيه، بيحب الكلب بس ما بيحبه بالجنزير. قلت له عم تسمعي ابنك شو عم بيقول؟ قالت له يقول شو ما بدي يقول. هي بس خلفت كم كيلو لحمة، بس ما عندها رحمة، ما بتعرف. سو هالجيل اللي جاي هلا جيل جهل، يعني ما في أمل، ما في عقل. عقل وتوكل. هون بالغفران بيقول نحيا مع الرحمن. اللي عم بعيش الغفران قال له الغفران أقوى الانتقام، بتغفر له. ساعتها وقت اللي بتغفر لعدوك هذا الانتقام. بيجي تيسرك بتسرقه، مش إنه بياخده على المسجد. ما بدي أخده، ما بدي صلي، ما بدي أبدا. كل هالشريعة لقسوة القلوب ما بدي. كل عمل عبادة قبل كل هالطرق، قبل كل هالديانات. شو كان فيه؟ انا فتح زبر ماركت حسابي هونيك هونيك. وقت هالوجود خلق هالوجود، هالالوهيه. ما قبل المي مملكه المياه ما في عرف العلم ابدا، بس الماء ومن الماء كل شيء حي. ذكر انثى، ذكر انثى، ذكر انثى، ذكر انثى، ذكر انثى. هلا اختل الميزان. خلص الزنا هو الشرف عنا، والكذب كل هالسياسيين وكل رجال الدين وكل هالعلماء ما في. بدي العلماء يلي ورثات الأنبياء. ولكن هالكعب من هالعجين سامحوني بسببه في الطريق. مين بحبك؟ كف هيدا الجسد فوت معك على القبر، انتبه له. مش كل يوم نغير ثيابنا 5 مرات ونتحمم 5 مرات، شو ذنبه هالفستان؟ بعده بحبني وبعده نظيف. ما تتطلعوا بقى بالمظاهر لانك سخيفه بدك تلبسي وتحطي على وجود. تتذكروا هيدي المره يلي راحت تسهر ما عندها، اخذت من جارتها عقد وخاتم ومدري شو هيك، وراحت تيري ضيعت الخاتم ومدري شو وقع العقد وهيك. راحت ثاني يوم اشتريت عقد وهيك 20 سنه من بعد ما دفعت. قالت له، قالت له ليه ما هيدا كان اصطناعي اللي اعطيتك اياه؟ قيمتك بها بالمجوهرات. انت جوهره بس لأنها ميتة. أموات 99.99 بأمة العرب 100% على التلفزيون ما بقولها 100% 100% أموات. أنا شفت الأحياء وشفت الفرق منهم لإلي. أنا ماشي عصر ميتهم وميت. شو قال لي؟ أنت الوحيدة بأمة العرب وبالعالم اللي عملتي هالعمل، هوديك أقوى مني. بتشوفوا محمد كيلاني، بتشوفوا سيف علي، بتشوفوا شو عم يعملوا. أنا الوحيد كل ما أملك أعطيتها لمؤسسة الفرح العطاء. لك ما بيتلف أنت يعرف كل ما أملك بالملايين مؤسسة كبيرة. وأنا كانت أكبر سرقة واحد اللي بلش بعت له مصاري تعمر بيت النور، أعطاني 10-20% وسرقوا 80%. ورجعت عمرت مطرح تاني وجبت عملت بيرين بيران وبيران. ما فيني إلكون كل اللي تعاملت معهم بلبنان حرامية وكذابين ومنافقين وبالأخلاق شو ما بدكم. الآدمي رجع أمريكا قال لي ما قلنا حياته. صار معه ايدز وجاي يموت عندي بهالبيت. قال لي بتحرقيني؟ قلت له ايه. شو ما بدك في قانون؟
بنقدر نعمله. صح بأسبوع ورجع أمريكا. وهلأ عميد لكل واحد عم بيموت وما بيقبل هن يجوا لعنده وبيدفعوا كتير. فإذا لكل داء دواء، وما عرفنا نعيش نعرف نموت. ستنا زينب تقبل منا هذا القربان، قروا كتاب موت الموت. لو قريت الكتاب صرت قاري كل كتبي. قال لي أبونا قاري قدك وما بفهم شي، ما بدي يونها. قال له أنا صرت قاري القرآن 50 سنة. قال له كم مرة؟ قال له بعد بأول إيه بلغ إيه عيشة. مشان هيك ما في أمل بأمة العرب. بنبسط أنا وقت اللي بشوف قامة القيامة عم بيقتلوا بعضهم سني شيعي كاثوليكي بروتستانتي، بقول لها يلا إن شاء الله إن شاء الله تعالى يموتوا كل هالحكام كلهم. بس رح يروح الخرى بيجي الأخرى، بروح الشبعان بيجي الجوعان. هلكعت من هالعجين. سو غير حالك. وقت بتبلش تغير حالك ما بقى عندك صديق. أيها الحق لم تترك لي صديق الزبي 100%. ما في حدا. وما بيعرفوا إنه أنا مويت. نعمل عيد الأم قالوا بنجيب لها وردة وزهرة. خرايي بهالولاد يلي بيحكوا أمهم بعيد الأم وأنت بتنبسطي فيهم. جيبوا لك وردة. لأن هي بدها شفقة، انفعال، عاطفة. ما حدا بيعرف شو الرحمة. شو المحبة. الله محبة أو المحبة الله. المحبة الله. الرحمة الله. إذا الله محبة الله شر والله خير. أينما توليتم وسعت كل شيء. مريم أنت مسلمة؟ لا ماني مسلمة. ولا يهودية ولا بوذية ولا بتنتمي إلى أي دين وأي ديانة. ما بدي يوم. استفتي قلبك ولا وفتوك. اللي قال لا إله إلا الله ختم البشر والطير والشجر وكل الديانات. بس قال لأنه عيشة. قال لأنه عيشة. شايف أنه بالمسيحية وفي البدء كانت الكلمة والكلمة الله. طيب شو في قبلها؟ لازم تكوني كاثوليك تتعرفي. إجا محمد حط المدد والصمد والأبد وقال له كله بالإنسان. وقت المرأة تجنس اليهودي وقف محمد قال له يهودي. قال له الإنسان. ما فرق. أهل ذمتنا قبل أهل أمتنا. احترم. احترم النصارى يتركوا الخمر عندهم. اعتذروا منه. انتوا شيلوها. أن ترى الله في كل شيء. بس نحن بس كثرة حكي عند العرب ما فيني اسمع ولا وعظة ولا شيخ ولا جمعة ولا ثبت ولا حد. ما حدا. ما حدا. بسدي نية. كله كلام بكلام ما له معنى. لا يتعدى اللسان والأداء. قد ما فيكن على موقع بيت الله أو مريم نور أو بي سبيس كتاب واحد بيأديكن صفحة واحدة فيها صفعة ضربة كف وجها لوجه. قولوا للإنسان إنه في مشكلة بينكن وبينه مش من وراء ظهره. كتار راحوا على بونا وشافوا أوشو يعني وغيرهم صار عندهم حقد أكتر يعني والتجارة أكتر. كيف تقعد هيك؟ كيف قاعد حد محمد انت وبعدك مجرم وبعدك كذاب ومنافق؟ فاذا عم بتتاجوا المسيح بقي وحده ما حدا راح معه. راح معه توما قال له انا بحب اتعلم بحب افهم. تركوا كل الصحابه تبعه والرسل. مين بده يتحداك؟ مين بده يتحداك؟ كلهم تجار وما انصلب. هاي كذبه. قال له اعطيه جسمه. ما شافوا من المسيح الا جسده. مثل ما أنا شفناك الصيتي شعبي حلو كتير رايح عليك دخلك ليه ما عم تطلع على التلفزيون؟ بلا ما بقى عم بطلع أو بلا ما بعرف أو شي. بالأول كنت أقول كله خرا وشرمطون هلأ ما عليش ليلتهم دعان الخرية فيهم دعان اللي مسبق لهم أموات. بنتر هيك يجي حدا أهلا وسهلا بس. في مجلة هلأ عم تطلع أونلاين مثل لبنان ديبيت وغادي وغيرهم. بس بفتكر يلي صحتك بالصحن بشار عم بيعملها ومريم وكلنا نشترك بصحتك بالصحن. ما بتعود بدكم تلفزيون أبدا وكل شيء موجود. انتو بتاخد انت تتعلم الطبخ تعلميها كل شيء. ما تشوفوا تلفزيون. أنا موجودة بال
أونلاين، بس ما يكون عندك أونلاين انتبهوا، شيلوا الدين. قد بساطك مد إجريك، مش كفرشخنا. فإذا بكفي هالحضرة كل يوم إن شاء الله لارا، وأنا بنعمل حوالي 10 عربي 10 إنجليزي، رح تقعد كم يوم هون وترجع على لندن، رح تشوف هونيك كمان لندن وباريس وبالجزائر وسائل الإعلام يلي عنده جرأة، يكون الرئيس عنده جرأة، معه سرطان وعم بيصرف على أمريكا تيحكمه. كنت عليك قلت له أنا بجي ماشي، ما بدي منك شيء، وبتصح من السرطان، شيلوا الـ FDA من بلدكم. كلهم قالوا لا، كذا رئيس جمهورية بيروح بيتحكم برا، وهذا كمان اللي بلبنان انه هالمستشفيات خرى، لانك انت خرى. ده عن الخري، يعني مع احترامي للخري دايما، اذا ما خري قال له خري بري. فاذا ما نرجع الى البريه، الى البدويه يلي افهم مني ومنك، من 100 سنه ما كان فيها الامراض، من 35 سنه حط الانتي بايوتكس المضاد الحيوي والبريسز وهيك. لجمناهم الجيم، بس هلا بلش يحكي الازهر شيلوا الحجاب، هيدي منا فريضه ومنا موجوده. كل واحد بيعيط لك محمد بترد من بعد 1600 سنه، لا يو في غلطه، كم مليون سنه وسنه الا للمراه، انت حره مثلك مثل الرجل. لا لازم يضرب على مرته، اذا ضربها واضربوهن ومدري شو وجلدوهن، هالقد فهمته. فإذا ننتبه ونعرف أنا السائل وأنا المسؤول، واستفتي قلبك وما تسأل حدا.